بسم الله الرحمن الرحيم. بالنيابة طبعا عن كابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، بنرحب بيكم النهاردة في افتتاح بطولة أفريقيا للأندية في النسخة رقم 45. بنرحب بالاتحاد الأفريقي والاتحاد المصري للكرة الطايرة، وقبليهم طبعا معالي وزير الشباب والرياضة. ونتمنى بإذن الله مع عودة تنظيم بطولات أفريقيا للأندية للنادي الأهلي للمرة الأولى من عام 2019 إن احنا نوفق في تنظيم بطولة تليق باسم النادي الأهلي وتليق طبعا باسم مصر، ونتمنى كل التوفيق للأندية المشاركة. وحابب أشكر جميع الجهات المعاونة واللجان المعاونة على المجهود الكبير اللي تم في تنظيم البطولة، وإن شاء الله كل التوفيق في إظهار مظهر جميل للكرة الطائرة الأفريقية إن شاء الله. Ladies and gentlemen, I would like to welcome you on behalf of Mr. Mahmoud Al-Khatib and the Board of Directors of Al-Ahli Club here in Egypt for the organization of the 45th Men's Club Championship in Egypt for the first time since 2019. I would like to welcome Dr. Ashraf Sobhi, the Minister of Sports, and the African Federation and the Egyptian Federation for Volleyball. And I would like to wish everyone a nice tournament and good luck for all of the participating teams. Thank you.